هذا علم سريلانكا. هذا علم سريلانكا. يسمى أيضا علم الأسد. يسمى أيضا علم الأسد. في علم سريلانكا أسد يحمل سيفا في خفه الأيمن. في علم سريلانكا أسد يحمل سيفا في خفه الأيمن. الأسد والحقل الكستنائي يرمزان إلى البوذية. الأسد والحقل الكستنائي يرمزان إلى البوذية. بينما السيف يرمز إلى شجاعة السنهلية. بينما السيف يرمز إلى شجاعة السنهلية. وهناك أيضا أربعة أوراق بو، وهي ترمز إلى ديانة البوذية. وهناك أيضا أربعة أوراق بو، وهي ترمز إلى ديانة البوذية. وفيه شريطان. الشريط البرتقالي يرمز إلى التاملية، والشريط الأخضر إلى المسلمين. وفيه شريطان. الشريط البرتقالي يرمز إلى التاملية، والشريط الأخضر إلى المسلمين.